هل رحلت فعلاً؟ كل الوقائع السياسية والمؤشرات الميدانية تؤكد أنها لم تفعل، بميليشياتها لا تزال باقية وبتدخلاتها لا تزال تتمدد. الحديث هنا عن الإمارات التي تلاحقها تهم كثيرة متصلة بإفشال اتفاق الرياض، وشكوك أخرى مرتبطة بالأحداث المتسارعة في مأرب ونهم. في بريطانيا خرج يمنيون بتظاهرة ضد الإمارات مؤكدين للعالم أن أبو ظبي مستمرة في عرقلة مسار السلام الآمن وبناء الدولة، وندد المعتصمون في باحة ساحة مار بالأرش الشهيرة بتدخلات الإمارات في اليمن، داعين الحكومة البريطانية لوقف تسليحها. الاعتصام الذي شارك فيه نشطاء من مختلف الجنسيات أدان الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات وطالب بوضع حد لها، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بممارسة الضغوط لإيقاف حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. وقد دعت الحملة الدولية للعدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل من أخطاء وانتهاكات التحالف. دي شركة وهمية طبعا بتدعي أنها عندها فرص عمل في الإمارات، عشان إن البلد ذاتها ما فيها عمل، الناس تمشي عشان كده، عشان ما لاقين عمل بيمشوا الإمارات. وقت الناس مشت هناك تفاجأت أنه ودوهم معسكر، ومن المعسكر بطيارة حربية على وين؟ على ليبيا، وفي ناس خيروهم يمشوا اليمن على ليبيا وغصبا عنهم ما بإرادتهم. الغضب ضد أبو ظبي في لندن كان صداه في الخرطوم التي رفع محتجون فيها لافتات تندد باستخدام أبنائهم كمرتزقة، ونظمت أسر سودانية وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية اتهمت فيها شركة إماراتية بخداع أبنائها عبر توقيع عقود توظيف عمل لهم في شركات أمنية، لكنهم وجدوا أنفسهم في معسكرات تدريب في ليبيا واليمن.